يقولون يا إبراهيم لو كنت أنت مدير قناة مجد الأطفال اللي حنا فيها الحين، أول قرار ممكن تتخذه إيش؟ يعني ما تفصلني، أهم شيء أنك ما تفصلني. أهم شيء يعني أكيد أنك ما تفصلني أنا، بس يعني إيش القرار تبغاه لو أنت مدير قناة مجد الأطفال تسويه؟ أقول إضافة برامج كل شهر، يعني إضافة برامج جديدة كل شهر. كل شهر يجيبون برنامج، يحطون برنامج جديد بكل قناة من قنوات الأطفال. كيف يعني؟ يعني إيش؟ وش الموضوع؟ يحط يعني بكل القنوات الأربعة، قناة مجد وبسمة وروضة وتغاريد. أيوة إيش يسوون؟ يحطون برامج جديدة. وش البرامج هذه؟ هم يحطون برامج الآن، إيش البرامج اللي تبيها أنت؟ أنت لو أنت مدير؟ لو أنا كنت مدير راح أحط كذا من كل البرامج، من كل البرامج على قناة بسمة أجزاء ثانية. بس أجزاء ثانية؟ أجزاء إضافية وبرامج جديدة. أنت تقولون يعني دائما إنك يعني كنت تتمنى إنك تظهر على قناة المجد، صح؟ صح. طيب الحين أنت ظاهر فيها وتوجه رسالة الآن لموظفينك، الآن كلهم يشوفونك الآن، موظفينك اللي هم مصورين، هذا كلهم موظفينك الحين، إيش بتقول لهم؟ أقول أقدر جهودكم وأتمنى أن تكونوا أن توفقون في المستقبل. يا سلام يا نبيل. كان كلامك حلو. يا سلام عليك. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.